حياكم الله اخواني الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومحبه. هالفيديو هذا ان شاء الله هحكي عن عملاق سامسونج جالكسي اس 21 الترا، ابرز خمس ميزات عدا ميزات الكاميرا، لان ميزات الكاميرا بحاجه لفيديو لحاله. لهيك هحكي بهالفيديو هذا فقط عن الميزات الرئيسيه عدا ميزه الكاميرا، شو الجديد اجى بهالهاتف. اذا ما انك مشترك بالقناه اعطيني سبسكرايب ولايك بكل تاكيد، واذا مشترك شور الفيديو بين اصحابك. شكرا جزيلا على المشاهده، خلينا نبلش على بركه الله. اول شيء واهم ميزه برايي الشخصي انه اخيرا سامسونج فرحت عشاق سلسله الجالكسي اس بقلم اس بن برو. هالقلم هذا اكيد ما نوع من المدمنين او من المتطرفين لسلسله الجالكسي نوت ابدا، يعني ما حيكون نفس قلم الجالكسي نوت 20 او حتى 10 لايت، ما في بلوتوس هذا القلم، فقط يعني وظائف النوت الاساسيه موجوده بهالقلم هذا. وكمان يعني انه عملوه خياري جدا، يعني خير فينك تشتري كيس او كفر او حسب ما بتسموه انتو وتحط القلم فيه، ويكونوا خارجي طبعا حقه بالاربعين للستين دولار حسب فخامته، ولكن شيء جميل جدا جدا انه يعطينا هالشيء. واذا كان معك جهاز تاني مثل نوت 10 لايت حيشتغل عليه بكل اريحية، فهذا الشيء رائع جدا جدا، خفض الفجوة كتير بين الجالكسي اس والجالكسي نوت، لان حاسين بالفترة الاخيرة سامسونج عم تقتل اجهزة النوت بموت بطيء ورحيم. ثاني شيء هلا بالشاشه، اكيد سامسونج ملكت الشاشات بدون اي منافس او منازع على كل الساحات. هلا حاليا شاشه سامسونج بتدعم ال 120 هرتز مع كواد اتش دي بلس، بالاجهزه السابقه كان ال 120 هرتز مع كواد اتش دي مع الكواد اتش دي فقط، حاليا 120 هرتز مع كواد اتش دي بلس، يعني صار عندك ريزولوشن كامل، يعني شيء خارق جدا جدا مع هرتز عالي، فقمه الفخامه. اكيد هذا الموضوع بيستهلك بطارية زيادة، وأكيد هذا الأمور بالرفاهيات ما له شيء أساسي مثل القلم. ثالث ميزة مهمة كتير برأيي كمان هي موضوع البصمة. سامسونج موضوع الألتراسونيك كانت هي الوحيدة اللي عم تستخدم هالتقنية هي بالتعرف على البصمة، وباختصار هالتقنية هي بترسل أشعة بتضرب بالإصبع وبتعطي بتقرأ البصمة بشكل معين. هلا حاليا هذا الجيل أسرع من الجيل السابق وأكبر تقريبا واحد ونص، أكثر من واحد ونص مرة عن الجيل السابق. هذا الشيء كتير كتير كويس، مثل ما شفنا تجارب الأداء كانت رائعة بالنسبة لها البصمة. أما الميزة الرابعة ودائما ما كان عندنا مشكلة هي المعالج. كان معالج الإكزينوس ما له نهائيا نفس كفاءة معالج سناب دراجون، ولكن هالمرة سامسونج قلبت المعادلة وقدمت لنا معالج إكزينوس. هالمعالج هذا عنده قدرات 5 نانومتر، قدرات هائلة وجبارة كتير، معالجة أسرع، مودم 5G، كل هالقصص هاي كلها موجودة بقلب هالمعالج. معالج على حكي سامسونج انه حيثبت جدارته، وحنطر المراجعات ان شاء الله لنتأكد من الكفاءة. واخيرا وليس اخرا بالمرتبة الخامسة واهم تقنية حاليا او اهم شيء بهالجهاز هذا، هو ملك الاداء بلا منازع على الساحة موجود حاليا، 16 جيجا بايت رام، مساحة تخزين متوصل ل 512، هذا ابدا ابدا ما هو رقم عادي، رقم عملاق بكاد بيوصل للابتوب، وخاصة مع المعالج الجديد. المعالج الجديد لا يستهان به نهائيا مثل ما حكينا بتقنية ال 5 نانومتر. فأكيد كل هالميزات هي مع شحن سريع، مع ولكن المشكلة بالشحن. سامسونج ليش هيك بتعيبي على شركة أبل وبعدين مثل الألدية؟ على كل الأحوال هي كلها أمور تجارية، بده يستفيدوا قدر المستطاع من جيبة المستخدم لحتى يشطوا كل المصريات اللي معه، ولكن حاليا بسبب هالجائحة وهالأمور الكتيرة المستخدمين أمور المادية فقط عم نشوف، ما عم نفكر ولو مجرد تفكير بالشراء. فكل هالميزات هي إخواني الكرام تدعينا لشكرا سامسونج، لايك كبير، اشتغلت صح على الجهاز هذا، ولكن بس لو انك حاطه القلم بمكانه الطبيعي. اما عن ميزات الكاميرا اخواني الكرام هاحكي عنها بفيديو منفصل، لانه فيديو منفصل ما بيكفي عن الكاميرات الرائعه الخارقه اللي برايي الشخصي بتعطي للمستخدم اكثر مما يتمنى. يعني كل الكاميرات بتصور لك 4K 60 فريم بالثانيه، في كاميرا بتصور 8K، يعني المشهد حيكون كبير كتير كتير، وعلى الايديتنج في كتير من الفيل بدك اياه، ولكن ما في مشكله فقط مثل ما حكينا غير السعر العالي لهالجهاز. شكرا كتير على المشاهده، اذا وصلت لهون فتاكد انك انت من المتابعين الرائعين، اذا وصلت لهون اكتب لي تعليق واكد لي انك وصلت. شكرا كتير لكم كلياتكم، اهم شيء شروا هالفيديو بين اصحابكم، شروا هالمحتوى. شكرا كتير لكل المشتركين، وصلنا لل1000 مشترك، وعند ال1000 مشترك ان شاء الله هديه كبيره كتير كتير، كروت جوجل بلاي، كروت شحن لمعظم الالعاب. فاهم شيء وصلوني ل1000 مشترك، وبرجع بقول لكم شكرا كثير، زر اللايك كثير مهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.